خلق الله أجمعين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. نحييكم في يوم المقاومة وفي فاعلية المقاومة حقا وصدقا أن ثورتنا المباركة في البحرين بقت وستبقى وستنتصر بإذن الله بوهج المقاومة. هذه المقاومة التي هي ضرورة من ضرورات الصراع مع هذا النظام المستبد الخائن، هذا النظام الذي لا يعرف لغة إلا لغة العنف والقوة والإرهاب، ولا ينفع مع الحديد ولا يحل الحديد إلا الحديد كما يقال. وحينما يكون منطق الطغاة والعنف والإرهاب فإن المنطق الذي يقابله ينبغي أن يكون من نفس المادة. ولذا قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا يرد الشر إلا الشر وردوا الحجر من حيث أتاكم. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لا بد من المثلية، ولا نقصد بالضرورة استخدام السلاح والرصاص، ولكن كل وسائل المقاومة. حينما يأتي احتلال إلى بلدنا ويعيد في الأرض فسادا ويهدم المساجد ويعتقل الشباب ويعتقل المؤمنين والعلماء والصالحات، هل نتوقف أمامه مكتوف الأيدي ونقول لا نستطيع؟ بل نستطيع. حينما يريد هؤلاء الطغاة والمرتزقة أن يدخلوا أحياءنا ويعيثون في اعتقالا وتعذيبا وضربا وهتكا للأعراض والحرمات، هل نقف أمامهم هكذا؟ يجب علينا من الناحية الشرعية أن نقاوم هذا الاعتداء، وما غزي قوم في عطر دارهم إلا ذلوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ما هو آت من مقاومة للمحتل ومقاومة للعدوان الخليفي الغاشم في مستوى التحديات وفي مستوى الصراع ووفاء